الخيوط رايم خلطة الله اللي يطلع ترن البيش كبير نادي داني ودن باري شعب شعبك ايوا خذ مع واحد انا تي سرديس خويا صنيعيه يا مال افراد نعاود نعاود كيف كيف صبتها راك مع واحد 100% صنيعي خويا بصح واش لقيت بروبليم ضنيتني على بالك ما نقدر نكشف لك الصنعه باش نقدر انايا دوكا نوري لك الصنعه امبوسيبل دوكا عارفين دير دراما على داري خوتي يخدم كلش طروي الكتيسيون ما لقاولهاش لاباك كاين لي فونكسيونير وكاين لي صناعي يفو با كون ميلونج لي جوز خو كاين لي فونكسيونير يخدم خدمه هذيك كيما نقولو حنا فوق القلب وكاين لي صنعه انا عندي الصناعات كاع يمشيو لي في الدم لا سيركيلاسيون سونغين كاع صناعات الله يبارك بيناتنا طيارات نخدم طيارات تخدم لي سومار نخدم بابر نخدم كلش انا كون يعطيوني فرصه نقول لك حاجه تطلع على بلاد الريف الراف تطلع على البلاد الله يبارك فيك الله يبارك شوف واش بيه ثاني واش بيه عندك يسخون من بيتش مليح على بيتش وريتشو ما كاين والو هذه العكاز أم عندك العكاز أضرب تيزانة تاع النعناع ولا تيلوغيل ضرب لك الباطون بعد ربي يعمل تاويل ما كاين والو إن شاء الله تريح ضرب تيزانة خويا كيف أنك ضربتي مزوزانة تريح تريح أنا على بالي كلش والخيط هذا تخليوني هكا خليها لنا كيف تمسخر نخلي مسخر ما كيف احنا نديروا لا فينيسيون بون مهم وجد لي سيرفان هكذا بالك نديروا فيها كاش قهوه ولا من هذيك ما تجيك ما تخيط العيب عندي قريب ساعه غير ربع وانا معاه وعلى ربان ربان وعلى هذه وعلى هذه ما كنتش نسيبها انا نقول لك ما كنتش نسيبها هيا خلاص هيا واش بيه صاي شوف كم نبقى دير لي غير الكاش برك باسكو دوك يجيني المارسون مالك واش مازو عليها واش حاب يدير؟ ما تضحكش انا نهضر معاك خويا انا تضحك وصب شكون طيح فيا لا باسكو ماشي خدمتك يعني انا نخدم ماسون خويا انا نخدم لك نقطه دوزون ورا سي ما نخدم هذاك شبيك نخدم كلش ما عملتنيش نخدم لك كلش دار دوزون انا ندير كلش نخدم ماشي دار دوزون بس بيغ نخدم كلش فوما نخدم لك باريزون فوق بوار بيبان نو نو انا نحب نعاود البلافون البلافون عاودو هذا سيمبراتري وماسون شوف خويا صلي عندي سمعني عندي كاين حاجه انت ما فهمتهاش تاع بالك شكون انا نقعد بك هنا فو بلافون نخدمو انا والله غير تقول تحب صح ضحكني يا اخي ايه ضحكتني ما ضحكتك بصح انا فو بلافون هذا الباب هذا شو الباب هذا سي با دو سي با دو نواي هذا هو بلافون باب كيما هذا مونتي انا تا مونتي العزيز تا مونتي با نخدم كلش لي بارابول ما مع لي بوطا نخدم كلش راك مع واحد صنايعي هيدا العزيز ما تكثرش راسك يا عذراء يا عذراء
واش راك دير؟ انا غادي نهضر لك بباطا، عاود نهضر لك بباطا، خليها لك هكذا، عاود نهضر لك بباطا كيما كانوا نقولوا حنايا كي نخدموا خدمه نحبوا نتقنوها، فهمتني يا عزيز؟ ما نشوف واش هي؟ اوا بيان يا بابا كيفا يا بي، قلت لك راك مع واحد صبايعي سبي بام خويا علي. عفريت يا عفريت يعرف كلش. واش راه تهبك؟ لا تهبك منين نعطيك؟ من لك حال ولا من الابيض؟ مالك حال. هات واش راه بابك؟ صباح الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هاي موسكا يا محينك. ها هاي هاو كيلو هاي. هاو كيلو. صحيت. شو اسوا؟ صحة. سلم على الدار. هاي ما نعرف إلا تحبني كما نحبك يا الميزان. هاي أنا أشتريكم. ها خير بابا يا رولي. ها واش راك لاباس؟ لاباس يا بابا، ريحت شوية. الله ولا يريد، راني قاعد كرفس. مار كامل وانتقل مع كتابات، مع كتابات، مع كتابات فضار، مع كتابات فيليك، هول مع كتابات، ديها خلينا نهضروا معك شوية، اللي ماني محتاجك أنا. ريفيزي شوية يا بابا. ما كانش ريفيزي، واش من ريفيزي؟ أنا ثاني راني ريفيزي، أنا ثاني عندي هضرة معك. هايدك، هايدك. هاني نسمع لك. قاعد. أنا يا وليدي راني كبرت. وراني بالروماتيز وراني بالارتروس وراني فهمت البارح غير بالسيف باش نطحليت الحانوت هذا. مالا الذي فكرت فيك يا وليدي باللي غدوه ان شاء الله، من غدوه ان شاء الله بربي ان شاء الله انت اللي تحل الحانوت. وعلاش يا بابا؟ هل تحكم الحانوت؟ راهي مسؤوليه. انا عييت بصح انا راني نتكل عليك، راني نتكل عليك يا بابا، شويه عليك وشويه عليا. تتكل على 50 كيلو 50 كيلو نجمع. انا راني تفوتيت كاع، راني رحت فيها، انا رحت فيها وليت ما نجمش اليوم الصباح غير بالسيف باش حليت. لا لا يا وليدي، تقبض انت الحانوت باش تبدا تفكر ان شاء الله على ولادك وتفكر على ولاد ولادك. ان شاء الله يا باب. من الغدوه ان شاء الله انولي هنا. بصح ماشي غير ارواح، محسوب تقبض الحانوت وثلاث الحانوت هذه لازم لها تركيز، لازم تخمم باللي فيها 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 حسابات، ماشي غير هكذا. هاني كاس، هاني معاك. ها هذا الحانوت يا وليدي اللي راك تشوف فيها كاع راهي مبنيه على هذاك اللي راهو مسامي كتب. على بالك واش هذاك؟ الميزان. الميزان. والميزان هذا فيه هضره كبيره، لازم لي دوك ندير لك الدرس باش تفهم مليح واش معناتها الميزان. فهمني يا سيدي. فهمت يا وليدي؟ هذا هو اللي طلعك وهذا هو اللي حبطك. على خاطر لو كان ماشي الميزان، انا ما نبني فيلا، ما ندير طونوبيل، ما ندير حانوت. صح، واش دخل يا بابا الميزان في الفيلا والطوموبيل؟ على خاطر الميزان هو اللي دار الفيلا هو اللي دار الحانوت. ولا ما فهمتش مليح يا وليدي درك نوضح لك. ما فهمت، وكان تعاود توضح لي وتروح غير بالعقل باش تدخل في مخي. بار اكزومبل يجيك واحد يشري باش يوري لك بابا كيف كان يبيع بكري باش ردك راجل. يجي واحد يشري عليك مثلا كيلو خوخ، انا عمري ما نوزن له كيلو خوخ كيما لازم الحال، دائما ننقص. مالا نوصيك يا وليدي تعلم تنقص في الميزان، على خاطر قد ما تنقص في الميزان قد ما شانك يطلع يا وليدي. اه من التجار يا بابا، انت التاجر تاع الصح. ولو كان ماشي باباك اللي يوري لك، شكون اللي راح يوري لك في هذه الدنيا يا وليدي؟ لازم تاخذ راي باباك، على خاطر انا اللي نعرف الطريق تاع الصح والراي. فهمتني يا وليدي؟ مالا نوصيك الميزان ثم الميزان، قد ما تنقص في الميزان قد ما شانك يطلع يا وليد. ما تخافش يا بابا ما تخافش، هذا الميزان من الغدوة يولي صاحبي. هاي الدرية الصالح،
هكذاك يا وليدي كي تريشي في الميزان ثم تدير ركبه لوليدك ووليدك يزيد يتريشي في الميزان يدير ركبه لوليده وهكذا الكواجه اللي يلحقونا يقعدوا دايما معمرين يا بابا وهكذا تقعد العائله نتاعنا دايما في السماء يا وليد ان شاء الله يا بابا ان شاء الله والله غير فرحتني عام اسرع المهنه الميزان لازم لك تنقص في الميزان باش يولي مكتوبك ديما مليان.